مهرجان العالمين الجديدة 2024 بيقدم لجمهوره السنة دي عروض متنوعة بتلبي جميع الأذواق. من بين أبرز فعالياته ليلة موسيقية استثنائية عن الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بتجمع ما بين النجوم والإبداع. النهاردة الجمهور مع حفلة للفنانة كارمن سليمان للاستماع إلى باقة مختلفة من الأغاني التي يضفي عليها الطابع الشبابي والرومانسي في آن واحد. خلونا دلوقتي نعرف أكتر من الإعلامية ميرفت القفاص زوجة الموسيقار الراحل عمار الشريعي. يا مساء الفل عليك. مساء الخير يا خسانت، ازيك حبيبتي؟ يعني خليني أقول لك، يعني الراحل عمار الشريعي اسم كبير، علم كبير في أذهان الموسيقى العربية والمصرية. يعني هو أبدع في موسيقى المسلسلات وألحانه المختلفة. خليني أعرف تعليق حضرتك على الفعاليات في المهرجان واللي بتحمل اسم الراحل عمار الشريعي، رأيك فيها إيه؟ يعني يستاهل وأكتر كمان. طبعا أنا مبسوطة جدا بالتكريم وبالحفلة في المهرجان، بس عمار الشريعي ما يختصرش في ليلة واحدة، لأن عمار 40 سنة شغل، مش بس تلحين وتوزيع. بنبتدي بالاغنيه الفرديه والمسلسلات الدراما والسينما، موسيقى تصويريه، الاغنيه الوطنيه، يعني شغل كتير وفرقه الاصدقاء. فيعني اللي هيتعمل النهارده اكيد حاجه، يعني حاجه من حاجات عمار. طبعا يعني زي ما حضرتك قلتي 40 سنه من الابداع، احكي لنا كده عن طقوسه وهو بيبدع وهو بيفكر في موسيقى مثلا تصويريه، خليني اقول لحاجه زي مثلا امراه من زمن الحب، زيزينيا، رأفت الهجان مثلا، كان بيعمل ايه في رأفت الهجان؟ طقوسه كانت عامله ازاي؟ يعني بصي، كل مسلسل ودي طقوسه كده، يعني هو كان دايما لازم طبعا يقرا السيناريو الاول ويتخيل الأحداث وكده ويبتدي يعيش الحالة ويألف الموسيقى من كده. يعني ما كانش بقى ليه طقوس معينة أنه لازم يقفل على نفسه وحاجات كده، لا، الراجل كان سهل يعني في كنا بنقدر نتعامل معاه عادي وهو بيشتغل. يعني يعني الثقافة الفنية دي جابها ازاي؟ يعني هو كان طالب في، يعني درس أعتقد أداب إنجليزي وكان عازف اكورديون في الجامعه، من طالب يعني بيحب الموسيقى لملحن عالمي. خليني اقول جاب الثقافه دي ازاي؟ موهبه ربانيه، لان هو من وهو عنده يعني ما يوعاش، يعني بيحب يعزف بيانو، بيغني، ودنه موسيقيه، يعني العزف عنده من خلال ودنه الموسيقيه دي من وهو طفل، كان ممكن يلحن يعني. فدي حاجه من عند ربنا اثقلها بقى هو في المدرسه بقى بالمذاكره والدراسه وكده. بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. دور حضرتك في حياته كان ايه لما يقعد كده وهو عنده مشروع مهم قوي وعايز يركز فيه؟ دعمك كان عامل ازاي؟ خاصه طبعا حضرتك يعني اعلاميه كبيره واشتغلتي في مجال الاعلام. اكيد بوفر له الجو اللي يطلع فيه شغل كويس، يعني الحمد لله انا لما اتجوزنا شغله بقى زاد ما قلش، وش السعد، وابدع اكتر. الابداع ما قلش، وش السعد، الحمد لله، يعني مش كان حلو عليه الحمد لله. ارث بقى عمار الشريعي في البيت عامل ازاي؟ الحانه، واحكي لنا عن مراد حتى. يعني بصي، انا بس طبعا يعني فخور بابوه وعاش مع بابا 15 سنه، يعني خد منه كتير. لكن خليني اقول انه عمار الشريعي لما بيكرم في مهرجان ده يعني حاجه كبيره جدا، لان هو اسم كبير بالفعل. ويعني انتوا النهارده لو حتى بتتفرجوا على التكريم ده، خليني اقول يا استاذه ميرفت اكيد فخورين برضو. طبعا سعداء وفخورين، بس كنا نحب ان احنا نكون موجودين في حدث زي ده، زي ما بيحصل في مهرجانات اخرى. يعني احنا اتعزمنا في الكويت وعمان والاوبرا، ولسه المسرح القومي كان عامل تكريم ما بينسوش الحقيقه. بس يعني يمكن دي اول مره يكرموا حد متوفي، ان شاء الله في الطقوس بعد كده يبقوا يفتكروا انهم يدعوا اسره الفنان اللي هم بيكرموا.
بالتأكيد يعني. طيب أنا حابة أعرف من حضرتك لو النهاردة أكتر أعمال لعمار الشريعي أنتوا لسه ممكن تستمعوا ليها لحد النهاردة إيه هي؟ إحنا بنسمع طبعا كل حاجة، بس هو مادام موجود نادر العباسي في الحفلة فأحب طبعا هو إنه يعمل لنا بقى إبداعاته في الدراما الموسيقية. ورأيك بتحبي صوت كارمن سليمان؟ أكيد، هو كان كمان عمار بيحب صوتها. هيل. نشكرك الإعلامية الكبيرة ميرفت القفاص زوجة الموسيقار الراحل عمار الشريعي. النهاردة بنحتفل بإرث عمار الشريعي في المهرجان، وطبعا بقيادة الموسيقار العالمي نادر عباسي، وأكيد حفلة من العمر.